شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. لما غادر محمد العربي الطروب أجدير قرب الحسيمة في العام 87 900 وألف، وهاجر إلى فرنسا، كان يغمره حلم كبير بأن يخرج من دائرة الفقر وينقذ منها عائلته. ومع أنه أمضى زهاء عام كامل بلا عمل قار ولا وثائق إقامة قانونية، فقد جاءه الفرج في العام الموالي، وتمكن في العام 88 من الحصول على عمل في إحدى شركات صناعة السيارات. بدأت مرحلة جديدة في حياة محمد العربي الطروب. حصل على منزل عن طريق البلدية بسومة كرائية مناسبة، وكان مطعم المصنع يكفيه تعب إعداد وجبات الطعام لقاء أثمنة معقولة، وقد حرص على توفير ما يكفيه للقيام برحلة العودة الأولى إلى الوطن، إلى أجدير. نحن الآن في عام 90. في صيف العام 90 كانت القرية، كل القرية التي جاء منها بدائرة أجدير، تعلم أن محمد العربي الطروب قادم بعد أيام من فرنسا، وكذلك كان، فقد حل محملا بالكثير من الهدايا إلى أمه وأبيه وعدد من أفراد عائلته وأصدقائه القدامى من أبناء القرية. في ذلك الصيف خطب له والده بنت عمه رحيمو، وقد بدا للجميع أن زواجه منها طبيعي جدا، بل هو ما كان متوقعا ومنتظرا. بعد أيام قفل محمد العربي عائدا إلى مدينة ديل بفرنسا، فقد مرت سريعة أيام العطلة. كان عمه وأبوه قد اتفقا على أن يقيما حفل الزفاف في الصيف التالي، وكذلك كان، فقد حضر محمد العربي إلى قريته في أجدير بعد عام من الكد والجهد. أقامت عائلة الطروب حفل زفاف لم تشهد القرية مثله من قبل، وزفت رحيم بنت عبد السلام الطروب إلى ابن عمها محمد العربي، وقد كان محمد حريصا على أن يقام حفل الزفاف في النصف الأول من عطلته، وبذلك استطاع أن يمضي أسبوعين كاملين مع زوجته. وحان موعد الرحيل، وغادر محمد العربي عائدا إلى فرنسا على أمل الحصول في أقرب الآجال على وثائق التجمع العائلي التي تتيح له أن يستقدم زوجته رحيم إلى فرنسا، وأن يلتئم شملهما تحت سقف واحد. بعد بضعة أسابيع من عودته علم أن رحيم حامل، وقد حفزه الخبر السعيد على تكثيف تحركاته ومساعيه لدى الدوائر المكلفة بالهجرة. لما حل موعد العطلة الصيفية في العام 92، كان محمد العربي قد تمكن من الحصول على الوثائق التي تتيح لزوجته وابنته التي ولدت في الربيع الماضي أن تلتحق به في فرنسا. كان جدها والد محمد قد اختار لها من الأسماء صفية. سافر مع زوجته وابنته على متن الطائرة. في ليل استقرت الأسرة الصغيرة في المنزل الذي اقتراه محمد العربي من البلدية. كانت زوجته رحيم تقضي أيامها داخل البيت، تعتني بابنتها صفية وتنتظر عودة زوجها آخر النهار. لم تكن لها صلة بالعالم الخارجي إلا ما كان من تلك الجولات المحتشمة التي كانت تصاحب فيها زوجها داخل حدود الحي الذي يسكنون فيه، وفي الغالب الأعم كانت تصاحبه إلى سوبر ماركت الموجود في الحي لشراء ما سيحتاجون إليه خلال الأسبوع. رطيبة كانت تمر الأيام، وبالرغم من أن محمد العربي تمكن من شراء سيارة ووسع دائرة تلك الجولات، فإن إيقاع الحياة لم يتغير كثيرا. ذات صباح طرقت باب منزل أسرة محمد العربي الطروب مساعدة اجتماعية أرسلتها الشركة التي يعمل فيها محمد العربي. لم تكن رحيم تعرف كلمة واحدة بالفرنسية، كانت الريفية وسيلة التخاطب داخل البيت، ولذلك لم تستطع التفاهم مع المساعدة الاجتماعية إلا بالإشارات والإيماءات. أفهمتها المرأة الفرنسية بأن عليها أن تعرض طفلتها على الطبيب. لما عاد محمد العربي في المساء أبلغته رحيم بزيارة المرأة الفرنسية. في اليوم التالي نادت عليه إدارة الشركة وحثته على أن يمكن زوجته من تعلم اللغة الفرنسية حتى تستطيع التواصل. لم يتقبل محمد العربي ذلك بسهولة.
كان رافضا في قرارة نفسه، ولكنه خشي أن تكون للأمر مضاعفات على علاقته بإدارة الشركة، فوافق أن تتابع رحيم دروسا لتعلم اللغة الفرنسية. ولقد أبدت قابلية للتعلم بسرعة، لم يكن ذلك ما استوقف محمد العربي، ولكن الذي استوقفه تلك السرعة التي استبدلت بها رحيم هندامها، فقد تخلت عن جلبابها المغربي واستبدلته بمعطف وبنطلون. لم يكن محمد العربي القادم من أجدير قد تصور من قبل أن تتخلى رحيم بنت عمه عن الجلباب. في أقل من سنة تعلمت رحيم أشياء كثيرة، وتفوقت من بين زميلاتها في القسم القادمات من أقطار المغرب العربي. كانت رحيم تستعد لتسجيل ابنتها صفية في إحدى دور الحضانة، وكانت تعي جيدا أنها ملزمة بالتعلم حتى تستطيع التواصل مع إدارة الحضانة. كان تعلم رحيم تحديا كبيرا واجهه محمد العربي، فإلى جانب تعلمها الفرنسية تعلمت أشياء كثيرة غيرت جوانب من سلوكها. لم تعد رحيم تلك الفتاة الريفية الخجولة القادمة من أجدير. أحس محمد العربي بأنها تعلمت أن زمن السيطرة للرجال قد ولى. أرادت أن تشتغل، نعم أرادت رحيم أن تشتغل، ويا لهول ما يواجهه محمد العربي، كيف سينظر إليه أبناء القبيلة ممن يعملون معه. كان يبدي ندما على استقدامه رحيم للعيش معه في فرنسا، ولكنه في نهاية الأمر انصاع للواقع الجديد. كبرت صفية، مرت السنوات مسرعة، وها هي الآن يافعة في ربيعها 15. لما اكتشف أن صفية تتخذ أصدقاء من بين الأولاد زمجر وأزبد وأرغى. ذات مساء لما عادت من المدرسة كان محمد العربي في انتظارها. لما عاب عليها ما تقوم به وحثها على التشبث بقيم مجتمع والديها، واجهته بعبارات جارحة وصفته بالأمي والجاهل والمتخلف. لم يتقبل محمد العربي أن تهينه ابنته صفية، اشتد غضبه. كانت زوجته رحيم واقفة تتابع المشهد. فجأة صفع ابنته صفية بقوة، وقبل أن ترتد إليه يده امتدت إلى خده يد زوجته وصفعته. تلك معركة أخرى خسرها محمد العربي. أين هو الآن من قيم أهله في تلك القرية النائية في أجدير بإقليم الحسيمة؟ هو يعلم الآن أن ليس بمقدوره أن يسبح ضد تيار يراه جارفا. في الوقت ذاته يرفض في قرارة نفسه التسليم بالهزيمة، وبأنه لم يعد يمسك بزمام القرار في بيته كما هو حال الرجال في قريته الريفية. كتم غضبه، كاد ينهي يومه في مخفر الشرطة. اعتذر مرغما لزوجته رحيم، خرج وهو يتحسس خده، بينما دخلت صفية إلى غرفتها باكية. بعد تلك الحادثة لم تعد صفية تكتفي بالعودة متأخرة إلى البيت، بل كانت تسمح لنفسها بالتغيب عنه ليوم أو يومين. لم يكن والدها يجرؤ على مواجهتها، وكانت تجد في أمها خير نصير. يذهب محمد العربي إلى المعمل باكرا كل صباح، ويعود في المساء منهك القوى. ذات يوم لم يقوى على الصبر، كانت صفية قد تغيبت عن البيت 3 أيام. حين عادت كان قد اتخذ قراره بتأديبها، ضربها ضربا مبرحا. في الواقع كان ينتقم لكرامته، فقد صار عدد من أبناء قبيلته المقيمون في ليل يتهامسون سيرة ابنته صفية وعجزه على أن يتصرف كما يتصرف الرجال. الذين كانوا يتلامزون لم يستقدموا عائلاتهم من الريف، تركوها وراءهم في أجدير. صباح اليوم التالي تقدمت صفية لدى مفوضية الشرطة بشكاية ضد والدها محمد العربي الطروب. أشياء كثيرة تغيرت في حياة محمد العربي الطروب منذ أن اصطحب معه إلى ليل بفرنسا زوجته رحيم. كان يحس بأنه فقد كل مقومات الرجل وفق المعايير المعتمدة في قريته النائية في أجدير بإقليم الحسيمة. لم يعد يملك زمام الأمور. هو يلعن في قرارة نفسه اليوم الذي ولجت فيه رحيم مدرسة تعلم اللغة الفرنسية. يذكر أن رحيم وقتها تخلت عن الجلباب واستبدلته بمعطف أوروبي وبنطلون.
الفتاة الريفية بنت عمه التي جاء بها من القرية لم تعد هي هي، تغيرت، صارت تطالب كل يوم بالمزيد إلى أن تملكت كل القرارات في الأسرة. ابنته صفية وحيدته تشبعت بثقافة بيئتها الفرنسية، وكان يريدها أن تكون بنت بيئة آبائها وأجدادها. كانت الحسرة تنهشه من الداخل. هو يذكر أنه ما اختار أن يقترن ببنت عمه رحيم إلا طمعا في أن ترضع ابنتهما ثقافة الآباء والأجداد، وهو الآن يواجه فشله في كل لحظة. همهمات ووسوسات أبناء البلد في ليل تؤجج كل يوم أكثر الإحساس بالمهانة. لم يكن لينسى تلك اللحظة التي امتدت فيها يد زوجته إلى خده لتصفعه بقوة. كان قد صفع لتوه صفية. هو يذكر بمرارة وألم أنه الرجل اضطر للاعتذار لدى رحيم المرأة. كان يحاول أن يكتم غيظه، ولكنه لم يقوى على الصبر يوم عادت صفية إلى البيت بعد غياب دام 3 أيام. يومها قرر أن يؤدبها وعلى طريقته، ضربها ضربا مبرحا، خرج من البيت وتوجه إلى المقهى. في زاوية منها اقتعد كرسيا وظل وحيدا يتجرع آلامه، حسب أن الأمر قد انتهى عند ذلك الحد، ولكنه كان مخطئا. في صبح اليوم التالي توجهت الشابة صفية إلى مفوضية الشرطة في الحي وتقدمت بشكاية ضد والدها. كانت آثار الضرب بادية على وجهها وجهات مختلفة من جسمها. بعد ساعات كان محمد العربي الطروب يمثل أمام عميد الشرطة ليجيب على أسئلته. كان في موقف لا يحسد عليه، كان يجيب على أسئلة الضابط وفي قرارة نفسه يلعن اليوم الذي استقدم فيه رحيم معه إلى فرنسا. كان يردد لعناته في قرارة نفسه كلازمات تعقب كل إجابة. أنهى الضابط تحرير المحضر وسيق الرجل إلى المحكمة. كان يواجه حكما بالسجن، ولكن تدخل مسؤول الأعمال الاجتماعية في الشركة التي يعمل بها حال دون ذلك، إذ طالب بإعطائه فرصة لمراجعة الذات وإعادة النظر في تعامله مع ابنته. حكم عليه بغرامة وبالسجن شهرا موقوف التنفيذ، كما أجبر على التوقيع على التزام يتعهد فيه بعدم العودة إلى ما قام به. أضحى محمد العربي يرى نفسه في مواجهة احتمال فقدانه للعمل وربما الدخول إلى السجن أو أن يبعد. كانت قريته في أجدير تتراءى له، وكانت تحضره ذكريات من زمن الفاقة. كان أمام اختيارات صعبة. عاد إلى بيته، لم يعد يتدخل في شؤون زوجته ولا ابنته، ولكنه في أعماق نفسه كان يغلي حقدا وغضبا ويقاوم أن تظهر عليه علامات البركان المقبل على الانفجار. كان يرى أسرته تتفكك. رفعت زوجته دعوى تطليق ضده، ما لبثت المحكمة أن استجابت لها، وهكذا طرد محمد العربي من المنزل الذي اقتراه واستقدم إليه زوجته رحيم. في حمأة الحزن الممزوج بالغضب تذكر محمد العربي أحلامه القديمة يوم هاجر إلى فرنسا، ويوم عاد منتشيا بأوراق الإقامة، ويوم تزوج بنت العم. شريط طويل من ذكريات بدأت في القرية بأجدير وانكسرت على عتبات الحقائق الجديدة والواقع الجديد الذي صار محمد العربي ومن هم أمثاله وأفراد أسرهم يؤثثون فضاءاته هناك في المهجر. الآن وقد صار بلا سقف يأوي إليه، صار ضيفا يتنقل بين منازل أبناء البلد. فكر محمد العربي في سبيل يعيده إلى البيت. كان يريد لتلك العودة أن تكون مرحلة في الطريق إلى الأخذ بالثأر. وهكذا تظاهر بأنه تبدل وبأنه أخيرا تقبل الواقع الجديد، بل إنه أحيانا كان يحرص على الإمعان في تقبل الواقع الجديد. في نهاية المطاف تمكن من إقناع مطلقته وابنته بأن تقبل بإيوائه. تقبل أن تصحب ابنته خليلها إلى البيت. عاد صاغرا، وكذلك كانت تريد له زوجته رحيم، وقد أيقنت هذه المرة أنه تغير. نجح في التمويه وفي إخفاء حقائق مشاعره.
بعد أشهر جاء الصيف، كانت أسر المهاجرين المغاربيين تتهافت على المحلات التجارية تقتني ما ستحمله من هدايا إلى الأقارب والأحباب. ركب الموجة وتمكن من إقناع رحيمه وابنته صفية بالسفر إلى أجدير لقضاء عطلة صيفية، وعدهما بأنهما لن تنسيانها. اشترى سيارة وحملها بعض الهدايا وما ستحتاجه الأسرة للاستجمام على الشاطئ المتوسطي للمغرب، ولكنه ما أن استقر به المقام في قريته بأجدير حتى عاد إلى سيرته الأولى. جرد البنت صفية من جواز سفرها ودبر لها زوجا من شبان القرية، كان قد فرض عليها ألا تغادر بيت العائلة، وثارت عليه يوم رأت الذي يخطبها، كان شابا فلاحا متواضعا، وزادت ثورتها اشتعالا حين علمت أنها ستسكن معه في القرية. تمكنت رحيم من التسلل والعودة إلى فرنسا. على صراخ صفية اقتحم عليها والدها الغرفة، حاول في البدء أن يقنعها بصواب ما اختاره لها، اعتبرت ما يقوله استفزازا ورأت في تصرفاته تراجعا ونقوصا عما عهدته فيه في المدة الأخيرة، كان يصيح في وجهها وكانت تصرخ. في القرية في أجدير لم يكن أي من أفراد العائلة ليجرؤ على التدخل وأن يحول بين الأب وتأديب ابنته، ولذلك ظل الباب موصدا. في لحظة ارتمت البنت على والدها وخدشت بأظافرها الحادة وجهه، صدها، دفعها بقوة فسقطت وارتطم رأسها بالأرض. فجأه الذي حدث، جلب بعض الماء ورش به جبينها ووجهها، لم تستجب، لم تتحرك، ثم لاحظ أنها لا تتنفس. ماتت صفية. خرج وأغلق الباب بالمفتاح، لم يتجرأ أحد على فتحها. مضى محمد العربي بعيدا، كان يفكر في حل، في مخرج من الورطة التي وقع فيها. أفضت به قدماه إلى مقبرة في أطراف القرية. كان الوقت عصرا، كان جمع من أهل القرية يدفنون رجلا توفي في الصباح. جلس بعيدا في ظل شجرة يراقب. لما انفض الجمع لاحظ أن حارسا واحدا يتولى أمر المقبرة. في تلك اللحظات اخترقت مخيلته فكرة، لما لا يأتي بجثة ابنته صفية ويواريها الثرى في هذه المقبرة. لما حل الليل لف الجثة في إزار أبيض بعدما جردها من ملابسها، لف الملابس ودسها تحت الفراش، ثم حمل الجثة إلى السيارة، وقبل الفجر تسلل إلى المقبرة. كانت معه فأس نبش بها القبر الذي دفن فيه الرجل عصر الأمس، أزاح قطع اللحد المصنوعة من الخرسانة، وضعها جانبا، وضع جثة صفية فوق جثة الرجل، أعاد قطع اللحد. كانت جثة صفية تحول دون وضعها كلها، بقيت منها اثنتان. غطى الجثتين بالتراب ثم مضى عائدا إلى المنزل. في الصباح تظاهر بأنه يفتح باب الغرفة حيث كانت صفية، وفجأة صاح: أين هي؟ أين هي؟ هرع إليه من في البيت، قال إن صفية تمكنت من الهرب، بل لامهم على غفلتهم، توجه إلى أجدير وصرح باختفاء ابنته صفية. بعد يومين علمت رحيم وهي في ليل بخبر اختفاء ابنتها، اتصلت بمحاميها وأبلغته بأنها تشك أن يكون محمد العربي هو من دبر اختفاء ابنتهما صفية. سلمها المحامي رسالة حملتها وجاءت إلى أجدير وسلمتها إلى مفوضية الشرطة، التي رأت أن تلك الرسالة ليست ذات قيمة لأنها صادرة عن جهة أجنبية غير رسمية. بعد أن ترددت لفترة على مفوضية الشرطة وعلى كل الجهات ذات الاختصاص، سجلت شكاية ضد زوجها تتهمه بإخفاء ابنتهما صفية، ثم عادت إلى فرنسا. كانت الشرطة قد علمت بخلفيات النزاع القائم بين محمد العربي وزوجته في فرنسا. شاع في القرية خبر اختفاء صفية، واستنفرت مصالح الأمن كل أعوانها والمتعاونين معها للحصول على كل معلومة تفضي إلى معرفة مآل الفتاة. ذات صباح حضر إلى مفوضية الشرطة حارس المقبرة، قال إنه اكتشف أن قبرا حديثا تعرض للنبش،
قال إن قطعتي لحد وضعتا بالقرب من القبر أثارت انتباهه، ولما اقترب عاين أثر النبش. قام بإحداث حفرة ما لبثت أن أظهرت قدمين، قال إنهما قدم امرأة فقد طليت أظافرهما بالأحمر. أبلغ العميد النيابة العامة التي ارتأت ضرورة نبش القبر. كانت في القبر جثتان، إحداهما لامرأة تم نقلها إلى مستودع الأموات. استنتج الطبيب البلدي أن الشابة ماتت متأثرة بضربة في الرأس. استدعى العميد والد صفية محمد العربي الطروب ورافقه إلى مستودع الأموات. هناك تعرف على الجثة، كانت جثة ابنته. وبما أن مطلقته تتهمه في شكايتها بتدبير عملية اختفاء ابنتهما، توجهت فرقة من مسرح الجريمة إلى منزل عائلة محمد العربي. مكنت المعاينة من اكتشاف بقع دم بينت التحليلات المخبرية أنه لصفية، وتحت السرير تم اكتشاف ملابس القتيلة. اعترف محمد العربي وكشف تفاصيل التفاصيل. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. بعد أن عانى من البطالة 5 سنوات، تمكن الشاب عبد الكامل من اجتياز مباراة ضباط الشرطة. لما تخرج بعد فترة التدريب تم تعيينه في فاس. ذات مرة بينما كان في طريقه إلى العمل على متن حافلة للنقل الحضري مكتظة، تعرض لسرقة حافظته وكانت ضمنها بطاقته المهنية. لم يكن يجهل الذي يترتب على إضاعة البطاقة المهنية. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية، بطاقة تعريف مهنية، الحلقة الأولى. استيقظ عبد الكامل مذعورا، كانت الساعة تشير إلى 2 صباحا. ليلتها بعد أن استسلم للنوم لم تكن أحلامه وردية البتة. رأى أن بطاقته المهنية التي ضاعت منه وقعت في يد أحدهم سخرها في أعمال نصب. رأى أن الأمر افتضح وأن رؤساءه علموا بما كان يخفيه وأنه سيعاقب. كان يتصبب عرقا. في الخارج كان مطر خفيف يضفي على الحي سكينة وهدوء. ظل جالسا على فراشه، لا يذكر كم ظل كذلك. يذكر أنه نهض من فراشه لما رفع آذان صلاة الصبح في مسجد غير بعيد. توضأ وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح. كان فقدانه بطاقته المهنية يقلقه، يسأل نفسه بين فينة وأخرى عما سيحدث لو صدق ما رآه في المنام. حاول أن يتحاشى المزيد من التفكير في الأمر. شغل التلفاز وراح يتنقل بين القنوات على غير هدى. كان ذلك السبت يوم عطلة بالنسبة إليها. في حدود 9 صباحا اتصل هاتفيا بصديقه الضابط عمر المعروفي، أبلغه أنه يود اللقاء به. اتفق على اللقاء في 11 في مقهى بالبطحاء. لم يكن عمر بحاجة إلى مقدمات، هو يعلم أن صديقه يعاني من تبعات إضاعته بطاقته المهنية، ولذلك لما التقيا سعى إلى طمأنته وحفزه على أن يتوسم خيرا.
أعاد عليه نصيحته بأن يزور العميد محمد البوشاعي. وافق عبد الكامل بلا تردد هذه المرة، وعلى الفور اتصل عمر بالعميد وطلب منه أن يأذن لهما في زيارته. رحب العميد، كان الموعد 4 عصرا. ذهب عمر وعبد الكامل إلى مطعم غير بعيد حيث تناول وجبة الغذاء، ثم قام بجولة سيرا على الأقدام. أحس عبد الكامل بأن المشي ساعده على التخلص إلى حد ما من التوتر الذي كان يأسره. في الساعة 4 قرع جرس باب العميد محمد البوشاعي. خرج الرجل الخمسيني مرحبا. لم يسبق لعبد الكامل أن رآه في لباسه المغربي الأنيق. في الصالون قدم لهما القهوة وحلويات، وبعد كلام عن حالة الجو وعن ظروف العمل قام عمر بإثارة موضوع الزيارة. أبلغ العميد بأن عبد الكامل فقد بطاقته المهنية، سرقت منه بينما كان في الحافلة صباح أمس متوجها إلى العمل. إذ ذاك تحدث عبد الكامل عن قلقه وخوفه من أن يفقد وظيفته التي حصل عليها بعد أن عانى من البطالة 5 سنين. حكى عن ظروف عائلته التي تنتظر منه كل شهر مساعدتها، وعن أمله في أن يتمكن يوما ما من تأسيس أسرته. كان العميد ينصت إليه باهتمام، أبدى تفهمه لحساسية الموقف الذي يوجد فيه الضابط الشاب، وعده بأنه سيعمل على أن تعود إليه بطاقته المهنية خلال 48 ساعة. طلب من الضابطين الحضور إلى مكتبه في الغد، وكان يوم أحد. التقى الثلاثة في حدود 10 صباحا. عرض على عبد الكامل عددا من الجذاذات تخص متخصصين في السرقة بالنشل، كان من بينهم المدعو علال البادي، ذاك الذي أمسك به عبد الكامل في الحافلة يوم سرقت منه حافظته. كان ذا سوابق. قال العميد إن له شريكا، ثم قدم لهما جذاذة بها صورة شاب يدعى ربيع العساس. قال عبد الكامل إنه رآه في الحافلة ولم يظن أنه شريك لعلال البادي. أعد العميد محمد البوشاعي خطة محكمة للإيقاع بهذا الثنائي الذي يقوم بأعمال السرقة بالنشل على خط النقل الحضري الذي يربط بين عين قدوس والبطحاء. أوكل العميد إلى الضابط عمر المعروف مهمة مراقبة خط الحافلات ذاك، وعين لمساعدته في تلك المهمة المفتش إدريس المنادي والمفتش رحيم الخراز، وكان حديث عهد بالالتحاق بالشرطة. نصحهما العميد البوشاعي بتفادي استعمال بطاقتهما المهنية وأن يدفع ثمن تذكرتيهما حتى لا ينكشف. جلست المفتش رحيم في كرسي في المقدمة، كان مسند الكرسي إلى ظهر السائق. كانت وضعية تتيح لها مراقبة مجمل الحافلة. أما المفتش إدريس المنادي فقد أخذ مكانه في الجزء الخلفي من الحافلة، كان يقتعد كرسيا مقابلا لكرسي المفتش رحيم الخراز. كان الاتفاق أن يبعث بإشارة إلى هاتفها ما أن يرى أحد الاثنين المراد الإيقاع بهما. توقفت الحافلة، صعد مجموعة من الركاب، كان من بينهم ربيع العساس. ما أن رآه المفتش إدريس حتى بعث بإشارة إلى الهاتف المحمول للمفتشة رحيمة التي ردت بإشارة مؤداها أنها رأته هي الأخرى. توجه العساس إلى مكان قريب من الباب الخلفي للحافلة، ظل واقفا. في المحطة التالية ركاب آخرون صعدوا وكان معهم علال البادي. بعث المفتش إدريس بإشارة أخرى، وما لبثت أن أكدت له العميدة أنها رصدتها. كان الضابط المعروف في سيارة مموهة رفقة الضابط عبد الكامل الواصي يتبعان الحافلة. رأى المفتش إدريس علال البادي وهو يسرق حافظة أحد الركاب، لم يحس الرجل بأي شيء. رآه المفتش وهو يسلم الحافظة إلى شريكه ربيع العساس الذي أسرع مندفعا وسط الزحام إلى الباب الأمامي يريد النزول. كانت المفتشة رحيمة قد تلقت الإشارة من المفتش إدريس، اعترضت سبيل العساس وحاولت إيقافه، ولكنه استل سكينا وهددها به. في تلك الأثناء وفي طرفة عين بحركة سريعة
انتزعت منه السكين وشلت حركته وصفدتها. كانت الحافلة متوقفة، وكان المفتش إدريس قد انتهى من تصفيد علال البادي. أبلغ الضابط عمر المعروفي، أنزل اللصان من الحافلة، وطلب من الرجل الذي سرقت حافظته أن ينزل، وحمل الجميع إلى مقر ولاية الأمن. تم تقديم الظنينين ومعهما الرجل الذي سرقت حافظته إلى العميد الذي أوكلت إليه مهمة البحث والاستماع إلى الثلاثة. وكان العميد البشاعي قد زوده بكل المعطيات وأعطاه التعليمات اللازمة بغرض الوصول إلى استعادة البطاقة المهنية للضابط عبد الكامل. بعد أن تم تسجيل شكاية الرجل الذي سرقت حافظة أوراقه، جيء بالمدعور بيع العساس إلى مكتب العميد، وجيء بالسكين الذي كان بحوزته والذي هدد به المفتش رحيمة. لم يجد السارق ما يدافع به عن نفسه، قال إنه تلقى الحافظة من شريكه المدعو علال البادي. استجوبه الضابط الموكول إليه حول عملية النشل، وتعمد تفادي سؤاله عن السكين. لم يثر الأمر مع شريكه علال، وسيق أمام العميد الذي ما أن اطلع على المحضرين حتى أظهر غضبه. قال إن المحضرين أهملا عدة أشياء، وطالب بإدراج عناصر تشديد العقوبة. طلب من الضابط أن يسمع الظنينين ما تنص عليه الفصول من 507 إلى 509 من القانون الجنائي. كان غرضه أن يسمع الظنينان أن عقوبتهما قد تصل إلى السجن المؤبد. انهار لما تليت عليهما تلك الفصول. كان العميد يريد مساومتهما ليحصل منهما على حافظة الضابط عبد الكامل. همس الضابط لربيع العساس بأنه يتعين عليه أن يقدم شيئا ما إن هو أراد إغفال ما يشدد العقوبة. حسب أن الضابط يريد مالا، قال إن لديه قدرا من المال في المنزل، وإنه على استعداد لدفعه له، ويكفي أن يرافقه إلى هناك ليتسلمه. سيره الضابط، وكان يأمل أن يسفر تفتيش البيت عن العثور على حافظة عبد الكامل، ولكن عملية التفتيش لم تثمر شيئا. تظاهر العميد بأنه لم يقنع بما يعرضه العساس. أحس ربيع بأنه فقد آخر ما كان يعول عليه لتفادي التشديد. لاحقا أفهمه الضابط أن ما يريده هو حافظة أوراق الضابط عبد الكامل. رد بأنه لا يعرف أحدا بهذا الاسم. ذكره بأنه هو ذاك الشرطي الذي أوقف قبل يومين شريكه علال البادي. إذ ذاك تذكر، قال له إنه أخذ ما كان في الحافظة من نقود، كان بها 250 درهما. تذكر أنه ألقى بها وراء سور إحدى الفيلات هناك. سأله الضابط إن كان يذكر المكان، رد بالإيجاب. قاده الضابط إلى المكان، قرع باب الفيلا، خرج الحارس، ولما شرح له الضابط ما جاء إليه تركهما يدخلان. وبعد تفتيش للمكان عثر على الحافظة بين الأعشاب، كانت بها كل أوراق الضابط عبد الكامل، ومن بينها بطاقته المهنية، وتم تسليمها إلى العميد البشاعي. لم تكن قد مرت 48 ساعة على تفعيل الخطة. ربح العميد رهانة، استدعى الضابط الشاب إلى مكتبه وأعاد إليه أوراقه. تم تقديم علال البادي وربيع العساس إلى النيابة العامة. لم يكن في المحضرين ما يدفع إلى تشديد العقوبة. أما الضابط عبد الكامل الواصي فقد آل على نفسه ألا يضع مرة أخرى حافظة أوراقه في الجيب الخلفي لسرواله. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. في قرية بأطراف الناظور يذكر كثيرون قصة الحب التي جمعت رحمة المهيل ومحمد المرابط. كان يحسبان أن لا أحد يعلم. في العام 69-900 كانت رحمة قد بلغت 18، وكان محمد يكبرها بثلاث سنوات لما تزوجا. كان سعيدين. قليلة هي الزيجات التي توجت قصص حب في تلك القرية النائية. بعد عامين سيضرب القدر بقوة وقسوة،
في 25 من شتنبر من العام 71 900 وألف كان محمد المرابط بين ركاب شاحنة أقلتهم من أحد الأسواق الأسبوعية القريبة. انقلبت الشاحنة، مات عدد من الركاب، وكان محمد المرابط بين القتلى. يا للفاجعة! لم يكتب لمحمد أن يرى ابنه أو ابنته. كانت رحمة حاملا في شهرها السادس. تحملت رحمة هول الفاجعة بصبر المؤمنات. كانت تعلم أن المصيبة كبيرة، وأن الذي حدث في ذلك اليوم الخريفي عصف بأحلام كثيرة كان يغذيانها يوما بعد يوم. في مرحلة أولى أنفقت من مدخرات خلفها زوجها وحبيبها الراحل. كانت بحاجة إلى ما يساعدها على مواجهة المتطلبات اليومية من مأكل ودواء. كانت أرملة في ربيعها العشرين. بعد 3 أشهر جاءها المخاض. في 30 ديسمبر كان المولود ذكرا. بكت فرحا، بكت ألما، قالت في نفسها ليت محمدا حيا فيرى ولده. استدركت، عادت إلى واقعها الجديد. كانت رحمة في الأشهر التي تلت تنتظر ما ستسفر عنه الدعوة المدنية المرفوعة على شركة التأمين. بعد أكثر من سنة بقليل قضت المحكمة لرحمة بتعويض قيمته 50,000 درهم، ولمولودها واختارت له اسم رضوان بتعويض قدره 70,000 درهم. أنفقت الأرملة ما حصلت عليه من تعويض واشترت منزلا متواضعا في قريتها، ولم يكن بمقدورها التصرف حالا في مبلغ التعويض المخصص لوالدها، إذ كان من منظور شرعي قانوني يعد قاصرا مهملا يتعين الحصول على إذن من قاضي القاصرين للتصرف مكانه فيما يعود إليها. كانت المصاريف تنهكها. ككل أم كانت ترجو لوالدها أجمل ما في الحياة. اضطرت إلى البحث عن عمل. للمرة الأولى فكرت في أن تخطو في اتجاه ليس مألوفا أن تسير فيه نساء القرية. أرملة في العشرين تبحث عن عمل. كانت شابة جميلة، أرادت عملا شريفا، ولكن الشارع استقبلها بتحرش المتحرشين. فهمت أنها لن تنجو من ملاحقتهم إن هي لم تتمكن من أن تضمن لنفسها استقلالية في القرار. بينما ليليا والنظور كانت رائجة أنشطة المهربين. كانت رحمة تعلم أن نساء كثيرات تشتغلن في تهريب البضائع من ماليلية المحتلة إلى النظور والنواحي. تخصصت رحمة المهيل في تهريب الساعات اليدوية بخسة الثمن. كانت في كل مرة تدخل فيها المدينة المحتلة تحمل مجموعة من تلك الساعات التي تبيعها في النظور. مكنها ذاك النشاط من أن توفر دخلا شبه منتظم، والأهم من ذلك أنها كانت تستطيع العودة عصر كل يوم إلى البيت للاعتناء بولدها رضوان. كانت سيدة قرارها، وذاك ما كانت تبغيه. وكما تذكر رحمة، 25 من شتنبر من العام 71 يوم قتل زوجها محمد المرابط في حادثة الشاحنة، تذكر يوم 5 من غشت من العام 73 900 وألف. سنرى أن ذلك التاريخ يشكل منعطفا كبيرا وخطيرا في حياة المرأة الشابة. ففي ذلك اليوم بينما كانت في سوق مليلية تقدم منها رجل أنيق الملبس بشوش المحية، كان يتكلم الريفية. طلب منها أن تخرج له إلى الناظور على دفعات 1000 ساعة يدوية. قال إنه يريد أن يبيعها في وجدة، وعرض عليها مبلغا ماليا يفوق ما تدره عليها تجارتها في شهر كامل. وافقت، اشترطت عليه ألا يطالبها بالتعويض إن هي وقعت في حاجز الجمارك. وافق، تسلمت منه الصندوق، قال لها إن به 100 ساعة. وثقت به ولم تفتح الصندوق. كانت تعلم أن الجمارك كثيرا ما تغض الطرف. في ذلك اليوم أوقفها رجال الجمارك للتفتيش. فتحوا الصندوق، كانت به ساعات يدوية. ذلك ما ظهر للوهلة الأولى، ولكن الجمركي الذي قام بالتفتيش أصر على عد ما بالصندوق من ساعات. في قاع الصندوق اكتشف مسدسا. كان مسدسا من عيار 9 مليمترات. تم تقديم المرأة إلى رئيس مركز الجمارك الذي أحالها على عميد الشرطة. الآن
لم تعد المسألة مسألة تهريب ساعات يدوية بخسة الثمن، هي الآن مسألة تهريب سلاح ناري. قالت رحمة للمحققين إنها لم تكن تعلم بأمر المسدس، وإن رجلا طلب منها أن تخرج له من مليلية 1000 ساعة يدوية على مراحل. كانت رحمة معروفة بتنقلاتها اليومية إلى مليلية كعشرات من النساء. حاول العميد العثور على الرجل الذي تحدثت عنه رحمة، ولكنه لم يعثر له على أثر. في نهاية المطاف أحيلت الأرملة الشابة على النيابة العامة بعدما قضت 3 أيام في مفوضية الشرطة، وبعد استنطاقها كان منتظرا أن تحال على وزارة العدل، وكان المسار المتوقع يفضي بها إلى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، حيث ستتابع من أجل حيازة وحمل السلاح بدون رخصة. في انتظار نقلها إلى الرباط كان يتعين وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي. استقدم لها ولدها ودخلت السجن تحمله بين ذراعيها. لم يكن رضوان قد أتم سنته الأولى بعد. تقاسمت الزنزانة مع نسوة اعتقلن بسبب جرائم مختلفة. كانت إحداهن ذات سوابق تعلم أشياء عما يدور في المحاكم. لما علمت أن رحمة متابعة بتهمة حيازة سلاح ناري هولت لها الذي ينتظرها. قالت لها إنها قد يحكم عليها بالسجن لأكثر من 10 سنين. قالت ذات السوابق أيضا إن الصبي سيظل مع أمه إلى أن يبلغ سن التمدرس. أصاب رحمة خوف شديد مما سمعته من ذات السوابق. في تلك الليلة لم يغمض لها جفن، باتت تفكر في وسيلة تخلصها مما هي فيه. لم تكن تقوى على تصور ابنها رضوان يكبر في السجن، هي التي كانت تحلم له بمستقبل باسم. بينما كانت تتقاذفها دوامة التفكير فيما هو آت، تذكرت أنها لما كانت تنتظر تقديمها لدى وكيل الملك في استئنافية الناظور طلبت الذهاب إلى المرحاض. تذكرت أن به نافذة لا شباك بها تفضي إلى ساحة المحكمة. كان المقرر أن تنقل رحمة إلى المحكمة من جديد في الصباح برفقة امرأة اعتقلت بتهمة الفساد. لما نقلت إلى المحكمة تظاهرت بالحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض. كانت تحمل ولدها، سلمت الصبية للسجينة التي كانت ترافقها، همست في أذنها أوصتها بأن تودع الطفل جمعية خيرية إن هي لم تعد، طلبت من حارسها السماح لها بالذهاب إلى المرحاض. لم يعارض، أسرعت، أقفلت الباب وراءها وظل الحارس واقفا بالباب. انتظر، بدأ انتظاره يطول. طرق الباب، لا من مجيب. لما ترسخ لديه الشك اقتحم باب المرحاض. لم تكن رحمة هناك وكانت النافذة مشرعة. أطلق الإنذار، تم البحث عنها في كل ممرات المحكمة وفي جوارها، لم يعثر لها على أثر. تبخرت. وبينما كان البحث يتواصل في شوارع الناظور كانت رحمة المهيل قد وصلت إلى السياج الذي يحيط مليلية. هي تعرف المكان، التقت أحد المهربين وساعدها على التسلل إلى المدينة المحتلة. في مليلية بدأت رحلة رحمة مع المعاناة. لم تكن رحمة المهيل وهي تقفز من نافذة مرحاض محكمة الاستئناف بالناظور قد رتبت أفكارها. كانت السجينة ذات السوابق قد هولت ما ينتظرها، هي متابعة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون رخصة. قالت لها ذات السوابق إنها قد يحكم عليها بالسجن 10 سنين. فكرت فيما ينتظر ولدها رضوان. لما سلمت الصبي الذي لم يكن قد أكمل عامه الأول إلى السجينة التي اقتيدت برفقتها إلى المحكمة، ولما أوصتها بأن تودع الطفل جمعية خيرية، لم تفكر سوى في تجنيب رضوان أن يكبر وراء أسوار السجن. تسللت رحمة إلى مليلية، ساعدها أحد المهربين. لما اختفت من المحكمة في الناظور أرجئ النظر في قضيتها. السجينة التي تسلمت منها الطفل كانت مذهولة، لم تكن تتصور أن رحمة القروية ستنجح في الهرب. قرر وكيل الملك تسليم الطفل رضوان المرابط إلى عريفة المحكمة لتتكفل به مؤقتا.
وكما أن أمه باجتيازها سياج ماليلية المحتلة أبحرت في المجهول، فإن الصبي وهو لا يعلم دخل مسارا جديدا في حياته. بات رضوان ليلته الأولى في عهدة العريفة لم يكن يكف عن البكاء، لعله افتقد حضن أمه. في الصباح جاءت به إلى وكيل الملك، قالت إن الصبي قضى ليلته باكيا، كانت تهم بأن تلتمس إعفاءها من مهمة التكفل ولو مؤقتا بذلك الطفل. لما دخلت مكتب وكيل الملك بادرها بأنه قد وجد حلا، طلب منها أن تنتظر قدوم امرأة ارتأى أن يوكل إليها التكفل بالصبي، وكان قد اتصل قبل دقائق بعميد الشرطة يسأله عما إذا جد جديد في قضية رحمة المرأة الهاربة. أجابه العميد بأن دوريات الشرطة لم تعثر لها على أثر. كان وكيل الملك رجلا لم يرزق الولد، وقد دار بخلده أن يتبنى الطفل رضوان، وقد عرض الأمر على زوجته ورحبت بالفكرة، ولم تكن المرأة التي حضرت إلى المحكمة لتتولى التكفل مؤقتا بالطفل سوى خادمة وكيل الملك. حملته بين ذراعيها ومضت، وكان وكيل الملك قد قرر أن يتقدم بطلب لتبني الطفل حين تنقضي المهلة القانونية التي يعتبر بعدها متخلا عنه. في المنزل حظي الطفل برعاية فائقة، وجد الصبي الحنان الذي افتقده يوم فرت أمه من المحكمة. لما انصرمت المدة القانونية تقدم وكيل الملك بطلب كفالة الطفل. كان قد تمكن من تجميع الوثائق الخاصة به التي تم العثور عليها في منزل والدته، ومنها نسخة من رسم الولادة ونسخة من عقد زواج والديه. حرص وكيل الملك الأستاذ عمر الوردي على أن يحفظ للصبي اسمه الشخصي والعائلي، وكانت زوجته السيدة خديجة السعيدي امرأة فاضلة تنحدر من الريف، كانت تتكلم معه بالريفية، ولذلك لم يتولد لديه إحساس بالاجتثاث. وبتدريج أخبر الطفل بحقيقته، وبأن الأستاذ الوردي والسيدة خديجة لم يلداه، وقد وفق في جعله يتقبل تلك الحقيقة. أبان رضوان عن ذكاء وقاد، تفوق في دراسته التي تابعها في عدة مدن كان والده بالتبني قد عين فيها في أسلاك وزارة العدل، ولما حصل على شهادة البكالوريا انتسب إلى كلية الحقوق بالرباط، ولما حصل على الإجازة نصحه والده بالتبني بالالتحاق بمدرسة تكوين الأطر، كان يراها الأنسب إليه. كان الشاب رضوان يتقن العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. لما تخرج كان الأول في فوجه، وكان التقليد أن يحصل الأول من بين المتخرجين على رتبة قائد ممتاز. كان تعيينه الأول في مدينة العيون رئيسا لقسم الشؤون العامة. بعد سنتين تم تعيينه كاتبا عاما لعمالة سيدي قاسم. كان مساره المهني واعدا. في تلك المرحلة توفي الأستاذ عمر الوردي والده الذي لم يلده. ظل يعتني بوالدته التي تبنتها الحاجة خديجة السعيدي، يبادلها حنانا بحنان، وكان قد تزوج قبل بضع سنوات ببنت إحدى العائلات العريقة في الرباط. وبرغم أجواء السعادة التي نشأ فيها والتي لم تنقطع، فإن أمنية العثور على والدته التي ولدته ظلت تسكنه. هو يعلم منذ مدة الظروف التي فارقته فيها رضيعا. وظيفته جعلته يتنقل بين عدة أقاليم في المملكة. لما تسللت رحمة إلى مليلية في العام 73 900 و1000 ذاك العاشر من غشت، لم تكن قد رتبت مقامها في المدينة المحتلة، ولم تكن قد باتت بها من قبل. لما جاء المساء تلمست المأوى عند مؤذن مسجد السوق، آواها إلى الصبح، سعى إلى أن يوفر لها مأوى قارا، ولكنها لم تكن تتوفر على وثائق الإقامة في مليلية. لم يتخلى عنها المؤذن، سعى لدى صديق إسباني له اسمه مارسيل راميريث، وقد قبل الأخير أن يأويها على أن تساعد والدته في أعمال البيت. كانت الحالة الصحية لوالدة مارسيل في تدهور، فقد تقدم العمر بالمرأة، ولما حصلت على تقاعد طلبت من رحمة أن تعمل لديها بصفة رسمية. كانت رحمة تعلم أنها بعد فرارها من المحكمة لن تعود إلى قريتها،
كانت قد علمت أن التقادم لا يطال قضيتها إلا بعد مرور 10 أعوام. كانت كلما أتيحت لها الفرصة تحاول أن تحصل على أخبار ولدها رضوان، فيما كان لديها من متاع صندوق صغير به صورة رضوان رضيعا. لم تتمكن من معرفة مآله، ولكنها كانت في قرارة نفسها تؤمن بأنها ستلتقيه ذات يوم. أيقنت أن السجينة التي سلمتها الصبي لم تودعه مؤسسة خيرية، ذلك يعني أن نطاق البحث أوسع مما قد يسعه خيالها. لما أيقنت أن التقادم طال قضيتها عبرت إلى قريتها بأطراف الناظور. ذهبت إلى بيتها وكان أحد أقاربها قد شغله، ولكنه احتفظ بما كان به من أثاث ووثائق. لم تطلب منه أن يفرغ المنزل، بل آوت إلى إحدى غرفه، كان منزلا عند سفح الجبل. تقلب رضوان المرابط في عدة مناصب، وتم تعيينه عاملا على الناظور. كان إتقانه الريفية مما يسر له سبل الاطلاع على تفاصيل الحياة في الإقليم. في ليلة ماطرة آوت رحمة إلى فراشها في منزلها الريفي. كان خيالها يسافر بها بعيدا بحثا عن ولدها رضوان، وفجأة أحست بأن الأرض تهتز من تحت فراشها. ستعلم لاحقا أنها لم تكن هزة أرضية، ولكنه انجراف للتربة تهاوت له عدة منازل في القرية، ولم يسلم منزل رحمة. على مدى 5 أيام ظلت حبيسة الركام. في اليوم الخامس اكتشفت الكلاب المدربة على الإنقاذ وجودها. نبشت فرق الإنقاذ الركام وأخرجتها حية، وفر لها دولاب متنفسا. نقلت إلى المستشفى وعرفت بالمرأة التي نجت بمعجزة. تفقد العامل رضوان المرابط المصابين في المستشفى، وكان قد سمع عن المرأة التي نجت بمعجزة. وقف عند فراشها، كانت فيما يشبه الإغفاء. فجأة فتحت عينيها ونظرت إليها، قالت: رضوان، رضوان. فاجأت الحضور بندائها العامل دون عبارات احترام. بهدوء دنا منها وقال لها: هل تعرفينني يا سيدتي؟ قالت إنها كانت تحلم. كان الخال الذي بحجم حبة العدس تحت الحاجب الأيسر للسيد العامل قد لفت انتباهها. فرضوان ولدها كان له خال كحبة العدس تحت حاجبه الأيسر. غادر العامل المستشفى، وظلت تلازمه صورة تلك المرأة. في ساحة المستشفى سأل عن هويتها، وفي الحال رد أحد مرافقيه أنها تدعى رحمة المهيل. كان الرد صادما، هو يعلم أن والدته تدعى رحمة المهيل، ولكنه حرص على ألا يبدي ردة فعله الحقيقية. في المنزل أبلغ والدته التي تبنته وزوجته بالذي علمه ورأه في المستشفى. استخرج الصورة الوحيدة لأمه التي كانت لديه، وبالرغم من أن سنوات طويلة مرت إلا أن الشبه بين الصورة والمرأة الراقدة في المستشفى كان واضحا. كان عليه أن يتوصل إلى ما يثبت أنها أمه التي ينشدها منذ زمن طويل. لما علم أنه لم يعد لها منزل تأوي إليه، قرر أن يستضيفها في إقامته. إن كانت هي فقد حقق ما يسعى إليه، وإن لم تكن هي فسيعلم الناس حنو السيد العامل على منكوبة من منكوب انزلاق التربة. لما حلت بمنزله أخذت حماما، ومن الحمام أخذت الحاجة خديجة شعرة من شعراتها. في سرية بعث بها العامل إلى المختبر لتحليل جيني. بعد شهر كان الجواب مدويا، إنها والدته. كان يتعين إعدادها لهذا اللقاء. علمت الحاجة خديجة التي تبنت رضوان من المرأة أن من العلامات المميزة لدى ولدها المفقود أثر ورم في الظهر وحبة العدس تحت الحاجب الأيسر، كما حرصت على أن تطلعها على ألبوم صور السيد العامل. بدأت بالصور الحديثة وتدرجت نحو سنوات الطفولة، انتهت إلى صورته يوم تركته في حضن تلك السجينة. صاحت: إنه ولدي رضوان. في تلك اللحظة دخل السيد العامل وعانقها بحرارة، كانت عيناه تدمعان كما دمعتا يوم فارقته.
شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد. وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. كثيرة هي قصص ماسحي الأحذية، وغالبا ما تحكي لنا قصة تدرج من الفقر إلى الغنى وصعود من قاع المجتمع إلى قممه الأعلى. في الولايات المتحدة الأمريكية كثيرة هي القصص التي تتحدث عن ماسح الأحذية الذي صار سياسيا مرموقا أو واحدا من كبار الأغنياء ذوي النفوذ. في كل القصص يرد التدرج من أسفل، ماسح الأحذية الذي ينزل بهامته لينظف أحذية الآخرين، إلى أعلى، إلى كل ما هو فوق مستوى انحناءة ماسح الأحذية. قصتنا تبدأ في حي كارير سنترال الشهير بالدار البيضاء. كان فيما مضى أكبر وأقدم تجمع سكني صفيحي في المغرب. في هذا الحي الذي ارتبط بمقاومة الاستعمار ولد في ربيع العام 75-900 خالد الحنبلي. كان والده عاملا في معمل تكرير السكر، بينما كانت والدته ربة بيت. كان الولد الوحيد لهذين الزوجين اللذين ينحدران من تافيلالت. كان حلم والد خالد أن يمكنه من مواصلة الدراسة حتى المستويات الأعلى، وقد تمكن الشاب من بلوغ مستوى البكالوريا، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة. كان المرض قد أقعد والده عن العمل، ومن فراش مرضه نصحه بولوج تكوين المهني علّه يظفر بحرفة. عمل بنصيحة والده والتحق بشعبة صناعة الأحذية العصرية. كانت المهنة تعرف نوعا من الازدهار بفضل السمعة الطيبة التي يحظى بها الحذاء المغربي في الخارج. بعد 3 أعوام حصل خالد الحنبلي على دبلوم تقني متخصص في صناعة الأحذية، ولكنه لم يتمكن من الحصول على عمل. نحن الآن في العام 97-900. خالد يبلغ من العمر 22 عاما. توفي والده منذ عام تقريبا، ولم يعد لأسرته من معيل. لما يأس من العثور على عمل يوفر له دخلا قارا، توجه إلى حرفة لم يخطر بباله يوما أن يتعاطاها. تدبر أمره وصنع لنفسه صندوقا وضع به بضع علب من صباغة الأحذية وفرشاة. قرر أن يصير ماسح أحذية. لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لشاب نال حظا من التعليم ومن التكوين أيضا، ولكنه قرر أن يكون ماسح أحذية يختلف عن باقي ماسحي الأحذية. منذ الأيام الأولى لمس خالد أن تلك المهنة التي يعتبرها كثيرون دونية مكنته من دخل يومي يتيح له توفير بعض ما يحتاج إليها. قرر أن يكون مختلفا عن باقي ماسحي الأحذية، ولذلك كان حريصا على نظافة مظهره ولباقة حديثه. كان ينتقي عباراته بدقة وهو يخاطب زبناءه. اتخذ خالد موطنا للعمل رصيف البريد الكبير، وأحيانا كان يقف بجوار بنك المغرب. وسرعان ما تعود عليه الموظفون، ومنهم الموظفون رفيع المستوى الذين دأبوا على التوقف عنده لتلميع أحذيتهم قبل أن يلتحقوا بعملهم. مضت 7 أعوام. تحسنت أحوال صاحبنا خالد الذي اشترى دراجة نارية. ظل حريصا على أناقته، وقد تعود باعة الصحف وأيضا عمال النظافة على رؤيته وهو يصل إلى جوار البريد الكبير أو بنك المغرب. اشترى هاتفا نقالا مجهزا بآلة تصوير، وكان في أوقات الفراغ حين يكون في انتظار وصول الزبناء يزاول ما بدا هواية كانت كامنة بداخله. كان يعشق التصوير، كان يحب تصوير السيارات الفخمة، ثم صار موضوعه تصوير الأحذية، ثم صار يصور الوجوه التي تعبر من أمامه، وجوه في زحمة شارع الدار البيضاء وأخرى تأتي من أنحاء المغرب كافة. مع مرور الوقت صار لديه كم هائل من الصور الذين يعبرون من أمام البريد المركزي في الدار البيضاء أو من الرصيف المحاذي لبنك المغرب. لم يكن لهم أن ينتبهوا إلى ما كان يقوم به ماسح الأحذية. ذات مرة لاحظ توقف سيارة فارهة سوداء اللون ألمانية الصنع أمام بنك المغرب، وبما أنه يعشق إلى حد الجنون تصوير السيارات الفارهة
فقد صورها. لاحظ أن رجلين أنيقي المظهر نزلا من السيارة ثم وقفا أمام مدخل بنك المغرب، ترددا ثم في غفلة منهما صورهما. في اليوم التالي لاحظ خالد ماسح الأحذية أن السيارة السوداء عادت لتقف أمام مدخل بنك المغرب، كان شبه موقن بأنها السيارة ذاتها التي كانت متوقفة هناك أمس، ولكن الذي أثار انتباهه أنها لا تحمل الألواح المعدنية ذاتها. عاد إلى هاتفه المحمول واستخرج الصورة التي التقطها بالأمس، كانت السيارة تحمل لوحة معدنية مختلفة. وكما حدث بالأمس فقد نزل رجلان من السيارة ووقفا بمدخل بنك المغرب بينما لم يغادر السائق كرسيه. كان خالد ماسح الأحذية يقف في مكان قريب لم يثر انتباه الرجلين، بدا لهما وكأنه يلهو بلعبة في هاتفه النقال، وما أن لمس منهما غفلة حتى صورهما. في تلك اللحظة فتح باب بنك المغرب وخرج منه رجل أصلع قصير القامة، كان يحمل حقيبة سوداء. رأى خالد الرجلين وقد أسرع إلى وضع غطاء أسود شفاف على رأسهما ووجهيهما. تقدم أحدهما نحو الرجل ورش عليه غازا من قنينة بخاخة، في لمح البصر سقط الرجل مغشيا عليه. كان خالد يتابع ما يجري وهو يصور بهاتفه النقال. استولى الرجلان على الحقيبة ثم أسرع إلى السيارة الفارهة، ركب وانطلقت السيارة مسرعة، اختفت وظل الرجل الأصلع ملقا على الرصيف. كان أحد الرجلين اللذين هاجماه قد تخلص من قناعه قبل أن يركب السيارة. أخذ خالد القناع ووضعه في كيس بلاستيكي. كانت الساعة تقترب من 11 صباحا. بدأ المرة والفضوليون يتحلقون حول الرجل الواقع أرضا. جاء أحدهم مسرعا شق لنفسه طريقا وسط المتحلقين حتى وصل إلى الرجل. بدا وقد صدم لهول ما حدث. علمت الشرطة أنه سائق شركة البناء وأنه كان يبحث عن مكان يركن فيه السيارة للالتحاق بصاحبه. لم تتأخر الشرطة في الوصول، كان ماسح الأحذية يتابع كل التطورات. علمت الشرطة أن الرجل الذي تعرض للاعتداء هو عبد العاطي الأسمر، ويعمل محاسبا في إحدى شركات البناء التي أوكلت إليها وزارة التجهيز بناء سد بالمحمدية. كان الرجل قد استلم من بنك المغرب مبلغا يقارب 3 ملايين درهم هي أجور موظفي ومستخدمي الشركة. نقل الرجل في غيبوبة إلى المستشفى. تقاطر على بنك المغرب متداخلون كثيرون، مسؤولون من ولاية الدار البيضاء الكبرى، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ووالي الأمن، وفريق من المصلحة الولائية للشرطة القضائية. بدأت التحريات. لم يجد الباحثون أي دليل على مسرح الجريمة، وبعد الاستماع إلى سائق الشركة العقارية توجهوا إلى موظف صندوق بنك المغرب الذي أكد أن المحاسب عبد العاطي الأسمر كان متعودا على سحب مبالغ مالية هامة من شباك بنك المغرب وأنه لم يتعرض لأي مشكلة من قبل. علم الباحثون من السائق أن السيد عبد العاطي بعد أن سحب 3 ملايين درهم كان سيسافر إلى مراكش حيث سيدفع لموظفين للشركة أجورهم. وجد الباحثون أنفسهم في مواجهة شح في المعلومات التي قد تتيح الوصول إلى الذين هاجموا عبد العاطي الأسمر واستولوا على حقيبته التي تحمل فضلا عن 3 ملايين درهم وثائق إدارية هامة للشركة التي يعمل بها. لم يكترث أي من الباحثين إلى وجود ماسح الأحذية. كان خالد ينتظر أن يسأل فيجيب بما يعلم، وبما أن أي أحد لم يقترب منه فقد لاذ بالصمت. في لحظة ما اتخذها تسلية، قال في نفسه لما لا يختبر مدى قدرة الباحثين في الوصول إلى الجنة. بعد الهجوم الذي تعرض له عبد العاطي الأسمر محاسب شركة البناء بينما كان يغادر بنك المغرب في الدار البيضاء، عاد ماسح الأحذية الشاب خالد الحنبلي إلى منزله. كان هاتفه المحمول
يحتوي على صور تغطي كل مراحل ذلك الاعتداء. كان يتوقع أن يقترب منه واحد من المحققين ليسأله، ولكنهم جميعهم تجاهلوه، ولذلك قرر أن يلتزم السكوت وأن يتابع من بعيد مجريات التحقيق. في المستشفى رغم الجهد الذي قام به الأطباء لم يفق عبد العاطي الأسمر من غيبوبته. في صبح اليوم التالي للاعتداء فارق الحياة. لم يصمد لقوة الغاز المخدر الذي رشه به أولئك الذين اعتدوا عليه وسرقوا منه حقيبته التي كانت تحتوي على 3 ملايين درهم، هي أجور موظفين وعمال للشركة التي كان يعمل بها. ما قاله السائق الذي كان يرافق عبد العاطي لم يحمل ما يجعل التحقيق يتقدم. قال إنه عندما تعرض عبد العاطي للاعتداء كان يبحث عن مكان يركن فيه سيارته ليلتحق به. قال أيضا إنهما كانا سيسافران إلى مراكش لإيصال مستحقات لموظفين للشركة هناك. عدا ذلك لا شيء. لم يحصل المحققون من السائق على ما يدل أنهما هو وعبد العاطي كانا ملاحقين، أو أنه لاحظ أن شخصا أو أشخاصا يتبعان خطواتهما، لا شيء من ذلك. سئل السائق عما إذا كان هناك من كان يعلم بمهمتهما في بنك المغرب، فأجاب أن المدير وحده كان يعلم. في اليوم الموالي غطى خبر الاعتداء الذي وقع عند باب بنك المغرب بالدار البيضاء الصفحات الأولى للجرائد. وفي غياب معلومات كافية حول ظروف وملابسات الهجوم الذي تعرض له محاسب شركة البناء والذي كلفه حياته، فإن أغلب الصحف مضت إلى أن ما حدث إنما هو ناتج عن تراخي الجهات المسؤولة عن الأمن الذي نتج عنه تزايد في الأعمال الإجرامية. لم يكن الرأي العام المغربي متعودا على مثل تلك الاعتداءات، حيث يرتدي الجناة أقنعة ويستعملون غازات مخدرة. أبرزت الصحف خطورة الذي حدث، فقد قتل المحاسب، وتمكنت العصابة من الاستيلاء على 300 مليون سنتيم. وضعت التغطية الإعلامية المكثفة لذلك الاعتداء القائمين على الأمن في الدار البيضاء تحت ضغط شديد قلما تعرضوا له. شركة البناء التي كان يعمل بها عبد العاطي الأسمر سعت إلى المساهمة في البحث، وقد خصصت مكافأة مالية قيمتها 1 مليون درهم لكل من قدم معلومات تتيح الوصول إلى المعتدين. كانت المكافأة تساوي 1/3 المبلغ المالي الذي سطى عليه اللصوص. كان خالد الحنبلي ماسح الأحذية قد تأثر لوفاة المحاسب عبد العاطي، اتصل هاتفيا بإدارة الشركة وأبلغها أنه يتوفر على ما يقود إلى المجرمين، ولكنه اشترط أن يحصل على التزام رسمي مكتوب من الشركة بدفع المكافأة فور إدلائه بتلك المعلومات، كما اشترط أن يكشف ما لديه أمام الجهات المختصة. كان الموعد الصبح في 10:00. طرق خالد باب مكتب العميد محمد الجبوري رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. لما أذن له بالدخول شرح أسباب قدومه. قال إنه يتوفر على أدلة تؤدي إلى العصابة التي هاجمت محاسب شركة البناء في مدخل بنك المغرب، ولكنه أضاف أنه لن يقدم أيا من الأدلة التي لديه إلا بحضور محام يتولى توفير الضمانات التي تتيح له الاستفادة من المكافأة المالية التي رصدتها الشركة لمن يقدم معلومات تتيح إلقاء القبض على الجناة. كان طلبا غريبا، وبعد أن اتصل بالوكيل العام للملك الذي أكد أن ذلك لا يخالف القانون، أجرى العميد اتصالا هاتفيا مع نقابة المحامين التي عينت محاميا يمثل خالد الحملي. بعد لحظات حضر ممثل عن الشركة وبدأ خالد في سرد الوقائع أولا كما تابعها، ثم بعد ذلك مكن العميد الجبوري من هاتفه المحمول. قال له إنه يحتوي على صور تخص الاعتداء، أولاها صور تعود إلى يوم قبل الاعتداء وأخرى توثق الاعتداء بالكامل. في دقائق معدودات تم تحميل الصور إلى حاسوب في مكتب العميد. كانت الصور التي التقطها خالد عشية الاعتداء
تظهر بشكل واضح وجهي الرجلين اللذين نفذا الهجوم، كما أن صورة السيارة التي استعملوها كانت واضحة. الصور التي التقطها ماسح الأحذية في اليوم التالي تبدأ بصور للرجلين وهما واقفان بالقرب من مدخل بنك المغرب، ثم تليها صور للسيارة الفارهة التي كانت مستوقفة بالقرب من المكان، لم تكن تظهر بوضوح ملامح السائق. ذهل العميد محمد الجبوري لما وثقه ماسح الأحذية. في الصور التي تلت يظهر الرجلان وهما يضعان قناعين على وجههما، ثم وهما يتقدمان نحو رجل يخرج من باب بنك المغرب وبيده حقيبة، يقوم أحدهما برش وجه الضحية بعلبة بخاخة. في الصور الأخيرة التي استخرجت من هاتف خالد يظهر الرجلان وهما يسرعان إلى السيارة الفارهة ويركبانها. الصورة الأخيرة صورة للرجل الذي هاجمه، كان ملقى على الأرض. ما قدمه ماسح الأحذية الأنيق كان توثيقا كاملا لعملية سطو أفضت إلى مقتل رجل. كان مندوب شركة البناء يتابع مذهولا. بعد أن انتهى عرض الصور طلب المحامي من مندوب الشركة أن يقدم لخالد شيكا بمبلغ المكافأة. نظر إلى العميد الجبوري الذي ابتسم. فتح المندوب حقيبته، كان الشيك جاهزا ولا يحتاج إلا إلى إضافة اسم المستفيد. مكنت الصور التي التقطها خالد للسيارة التي استعملها الجنات في اليوم الأول من تعقب أثرهم، فقد أتاح رقم تسجيلها الوصول إلى مالكها، وكان رجل أعمال تقدم به العمر فاتخذ سائقا، كان السائق من تزعم العصابة. لم يكن خالد قد استطاع أن يلتقط له صورة واضحة، كان هو الشخص الذي ظل ينتظر الرجلين في السيارة. من خلال اعترافاته علم المحققون أن أحد الاثنين كان مهاجرا غير قانوني في إيطاليا، وهو الذي وفر قنينة الغاز المخدر، كما علموا أن الشخص الثاني الذي نفذ الهجوم سبق له أن عمل بشركة البناء، وكان يعلم مواقيت قيام المحاسب عبد العاطي الأسمر بسحب المبالغ التي تصرف كأجور للعمال. في بضعة أيام ألقي القبض على الثلاثة. ظل راسخا بذهن العميد محمد الجبوري ذلك الكم الهائل من الصور التي التقطها ماسح الأحذية بواسطة هاتفه النقال. عقد العميد مؤتمرا صحفيا لتنوير الرأي العام حول مآل التحقيق حول واحدة من الجرائم الكبرى التي عرفتها الدار البيضاء. وفي سياق العرض الذي قدمه أشار إلى الدور الحاسم الذي لعبه ماسح الأحذية خالد الحنبلي. كان الشاب جالسا في أقصى المنصة، لم يتوقع أن يمطره الصحفيون بالأسئلة أغلبها حول سر جمعه كل تلك الصور التي تمثل وجوها وأقداما من الدار البيضاء. قال خالد إن حلمه أن ينظم معرضا لكل تلك الصور. قال إنه اختار مقدما عنوانا لذلك المعرض: الدار البيضاء بعيني ماسح أحذية. كان بين الحضور صاحب قاعة للعرض. بعد أيام رن هاتف ماسح الأحذية، كان بجوار البريد الكبير. أبلغه الرجل بأنه على استعداد لاحتضان المعرض. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك. ولد موسى المزكومي في حدود العام 40-900 في قبيلة أيت عمور على بعد نحو 30 كيلومترا من إيمنتانوت. ولد موسى في عائلة أعطت تلك المنطقة العديد من الفقهاء والعلماء. لما بلغ سي موسى 25 كان حافظا للقرآن الكريم ملما بأصول الدين، كما أنه نال حظا من الأدب العربي. تم اختياره لقاء عطاء من المحاصيل الزراعية مع ضمان المأكل والمسكن كإمام للصلوات الخمس في مسجد إنزغان. وإلى ذلك فإنه كان يدرس الصغار القرآن الكريم وللراغبين من الكبار أصول الدين والقواعد الفقهية.
وعدا دوره كفقيه كان لسيموسا أيضا دور الطبيب المعالج، فقد كان يعرف الأعشاب والنباتات الطبية وكان يصفها لمن يأتيه من المرضى لتخفيف من الآلام أو لعلاج جروح أو تقرحات. باختصار يمكن القول إن السيموسا صار قطب الرحى في إنزغان، يقصده طالب العلم كما طالب العلاج، وفي أحيان كثيرة كان يستشار في قضايا شخصية من زواج وطلاق وميراث وغير ذلك. والواقع أن خاصية المعالج لديه كانت الأكثر استقطابا لمن يقصدونه. في الحقيقة لم يكن الأمر غريبا، فعلى مدى العصور عرف عن الفقهاء تبوؤهم المكانة الرفيعة في المجتمع. وهكذا ذات يوم من العام 73 900 و1000 قصده أحد كبار ملاك الأراضي في المنطقة طالبا مساعدته في علاج ابنته من الأرق. أبلغه أن حالتها الصحية تدهورت إلى حد ينذر بهلاكها. كان على الفقيه سيموسا أن ينتقل مع الرجل الثري إلى منزله. من النظرة الأولى أدرك الفقيه أن البنت إنما تتظاهر بالمرض وإنها ليس بها سقم، ومع ذلك فإنه حارص على القيام بالواجب كاملا. باشر جلسة العلاج بتلاوة سورة الجن وقراءة المعوذتين وما تيسر من الأدعية. وبما أنه كان قد علم من الأب أن ابنته أصيبت بالأرق منذ أن انقطعت عن المدرسة، فإن سيموسا وصف ضمن العلاج تمكين الفتاة من الكتب والسماح لها بالمطالعة. في ظرف يومين تحققت المعجزة وشفيت الفتاة وتدعى عايدة مما كان بها. أيقن الأب ومعه كل أفراد الأسرة أن لسيموسا قدرة خارقة على العلاج. الفقيه سيموسا الذي لم يكن قد تزوج بعد رأى في عايدة مرشحة لتكون شريكة حياته، وبعد بضعة أسابيع بعد أن مهد للأمر بشكل جيد تقدم لخطبتها من والدها. سر والد عايدة، وهل هناك أفضل من الفقيه زوجا لابنته؟ زوجها إياه. كانت عايدة متعطشة للعلم والتحصيل، وكانت تقاليد القبيلة توقف عن الدراسة كل فتاة عندما تصير بالغة. وبقبولها الزواج من الفقيه الذي كان فضلا عن ذلك عاشقا للكتابات الأدبية، ضربت عايدة عصفورين بحجر واحد، فقد أضافت إلى كونها بنت رجل ثري لقب زوج الفقيه مع كل ما يعنيه ذلك من احترام وتوقير. وكان والد عايدة قد أكرم صهره الفقيه بأن تولى توسعة المنزل الذي يأويه والذي كان ملاصقا للمسجد الوحيد في القرية. وجدت عايدة في منزلها منهلا للمعرفة، ففضلا عن حفظ القرآن الكريم ها هي تنهل من كتب الأدب التي توفرت لدى زوجها واكتسبت معرفة وعلما. عاما بعد زواج عايدة توفي والدها. لما اقتسم أخواتها ما تركه الهالك لم تنل نصيبها كاملا، ومع ذلك فقد نأت بنفسها أن تشكو. في رمضان من العام 67 900 و1000 كان الفقيه سيموسا قد بذل مجهودا مشكورا في إقامة التراويح، وهو ما ترك صدى طيبا في النفوس. ذات صباح جاءه رجال من القرية عزموا أداء مناسك الحج، أبلغوه بأنهم قرروا أن يصحبهم إلى الديار المقدسة وبأنهم سيتكفلون بكل ما يترتب على ذلك من نفقات ومصاريف. لم يكن للفقيه سيموسا أن يرفض عرضا كهذا. استعد لرحلة الحج، وقد اختاره حجاج القبيلة ليكون رئيسهم ومرشدهم ومؤطرهم. انطلقت الرحلة إلى مكة برا. غادر وترك زوجته عايدة في بيت والدها مع أهلها وكانت حاملا من 5 أشهر. بعد أداء مناسك الحج توجهت المجموعة إلى المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. في المدينة المنورة التقى سيموسا بحجاج المغاربة قدموا إلى الديار المقدسة من مارسيليا بفرنسا، وقد دعوه وصحابه إلى زيارتهم حين يكونوا في طريق العودة إلى المغرب، وكذلك كان.
في تلك الفترة لم يكن في الحي الذي كان يقطنه المهاجرون المغاربة في مارسيليا مسجد أو إمام، ولذلك لما حل سيموسا بالحي وجدوا فيه ضالتهم. كان الفقيه يمضي نهاره ضيفا من أسرة إلى أخرى، أعجبته تلك الأجواء وكان يحس بالرضا لما يقدمه لهؤلاء المغاربة. مرت الأيام مسرعة، وذات يوم من شهر ديسمبر جاءته برقية من إنزغان تخبره بأن زوجته عايدة قد وضعت وأنه قد رزق بنتا. كم كانت فرحته كبيرة. في مارسيليا كان الحاج سيموسا كلما هم بالرحيل والعودة إلى المغرب يلاقي تمسكا من الجالية المغربية، كانوا يريدونه أن يبقى. استأجروا مخزنا كبيرا وحولوه إلى مسجد، كما خصصوا جانبا منه لسكن الفقيه. دار الحول واقترب عيد الأضحى. كان المسلمون يعانون من عدم القدرة على ذبح الأضاحي، وفي تلك السنة تعرفوا على فرنسي بأطراف مارسيليا من مربي الأغنام أتاح لهم ذبح الأضحيات في ضيعته، وقد تولى الفقيه سيموسا الإشراف على العملية. كان ذلك العيد منطلقا لنشاط تجاري للفقيه سيموسا الذي تمكن من الحصول على رخصة لفتح مجزرة تبيع اللحوم الحلال. حصل على المحل من أرملة جزار فرنسي، وبحصوله على تلك الرخصة صار للفقيه سيموسا حق جلب زوجته إلى فرنسا. التحقت به عايدة وابنتهما التي كانت قد أكملت سنتها الأولى. تعلمت عايدة الفرنسية وصارت ساعده الأيمن في المجزرة. بعد أشهر وبعد أن أشرف على تكوين فقيه كان قد وصل إلى مارسيليا منذ زمن قريب، تفرغ الحاج سيموسا للنشاط التجاري، كان يوفر له دخلا مهما. بعد سنتين أحس بشوق إلى أرض الأجداد، ومع حلول العطلة الصيفية كان في موكب المغاربة العائدين إلى أرض الوطن. اصطحب معه ابنته بينما بقيت زوجته عايدة في مارسيليا تتولى شؤون المجزرة. رحلة سيموسا إلى المغرب كانت محطة فارقة في حياته وحياة أسرته، فخلال تلك الرحلة فقد ابنته الوحيدة في فيضانات مأساوية شهدها منتجع أوريكا القريب من مراكش. في رحلته الأولى إلى المغرب بعد أن استقر في مارسيليا زار الفقيه سيموسا المزكومي إيمنتانوت أرض الأجداد، وزار إنزغان حيث الأصهار. كانت ترافقه ابنته ذات السنوات الثلاث. وفي طريق العودة إلى مارسيليا عرج على منتجع أوريكا، وفي يوم غص فيه الوادي بالمصطافين هز الهدوء الذي كان يعم المكان صخب شديد. بعد ثوان فوجئ الجميع بسيل جارف يكتسح الوادي حاملا معه الصخر من القمم. اكتسح السيل كل شيء وجرف الحجر والبشر والشجر، لم ينج منه إلا من كانوا في المرتفعات. لما هدأ الحال وكان قد جن الظلام على الوادي سارع من نجوا ومن تمكنوا من الحضور إلى المكان. كانت الأضواء الخافتة تكشف عن جثث تظهر أطراف منها من تحت الطمي. كان المشهد مأساويا. فقد الحاج سيموسا ابنته، بحث طوال الليل ولما تنفس الصبح، ولكنه لم يعثر لها على أثر. وبينما كان عائدا إلى حيث يقيم صادف صبيا في عمر ابنته التي فقدها. كانت ملابسه مبللة وكان يرتجف. أخذه الحاج سيموسا في حضنه، حمله إلى الغرفة، دثره، أطعمه، سأله عن اسمه، فهم منه أن اسمه يوسف. ولما سأله عن أمه كان يرد كتو. حاول الفقيه العثور على عائلة الصبي ولكن دون جدوى. لما التجأ إلى السلطات المحلية لم يثمر مسعاه. في نهاية الأمر عاد إلى إيمنتانوت حيث تمكن بمساعدة أحد معارفه من أن يسجل الصبي يوسف في جواز سفره، أخذه معه إلى مارسيليا. كان وقع خبر فقدان الفتاة كالصاعقة على عايدة، ولكن إيمانها القوي ساعدها على تحمل الصدمة. وشيئا فشيئا أخذ يوسف مكان الابن في أسرة سيموسا. تولى الفقيه تلقينه القرآن الكريم واللغة العربية، ولما بلغ ربيعه الخامس التحق بالمدرسة الفرنسية. أبان عن فطنة وذكاء،
وصار العام بعد العام يحتل مكانة متميزة بين زملائه في المدرسة. بعد أن حصل على شهادة البكالوريا وكان في ربيعه 17 التحق يوسف بكلية الحقوق. كان طالبا مثاليا، وبعد حصوله على الإجازة في القانون الخاص قرر إعداد شهادة الدكتوراه في القانون. في الوقت ذاته التحق بمكتب أحد المحامين محاميا متدربا. بعد مرافعته الأولى في إحدى محاكم مارسيليا في ملف كان قد أعده مكتب المحامي، عينه القاضي للدفاع عن متهم في ملف سطو على أحد الأسواق الممتازة. كان المتابع في ذلك الملف يافع، اتهم بسرقة ساعات يدوية. تمكن يوسف المحامي المتدرب من أن يثبت للمحكمة بطلان المزاعم التي تتهم الفتى بالسطو، وأكد أن الأمر لا يعدو عملية نشل. فاجأ يوسف القاضي بمدى سعة اطلاعه على النصوص القانونية. كان الفتى من أبناء المهاجرين المغاربيين. منذ تلك القضية صار يوسف يعرف بمحامي أبناء مهاجري إفريقيا الشمالية ليبر. صار نموذجا لأبناء الضواحي الذين تمكنوا من تحقيق النجاح. منذ العام 90-900 صار بلا منازع محامي أبناء الجالية المغاربية. كان محاميا ناجحا يحسب القضاة لمرافعاته ألف حساب. بعد أن أمضى فترة التدريب فتح يوسف الأستاذ يوسف ولد الفقيه سيموسا مكتبا له في عمارة وسط مارسيليا. كان المكتب قبلة لكل المهاجرين ولأبنائهم. كان موضع ثقتهم، نجاحاته الباهرة تمنحهم الثقة والأمان. وبينما ازدهرت تجارة الحاج سيموسا في اللحوم الحلال، إذ صار مزودا رئيسيا للمسلمين في مارسيليا وفي نيس وفي إكسون بروفانس، باغته ذات يوم من العام 2000 ألم في الصدر. ولما نقل إلى المستشفى على عجل خلص الأطباء إلى ضرورة إخضاعه لعملية جراحية على القلب، وطرحت ضرورة التبرع له بالدم. بالنسبة ليوسف الولد البار فإن التبرع بالدم لوالده أقل ما يمكن أن يقدمه إليه. كان ضروريا إخضاع دمه للتحليل. كانت المفاجأة كبيرة عندما علم أن فصيلة دمه ليست من نفس فصيلة دم والده. غضب غضبا شديدا، ولكنه كتم البركان الذي كان يغلي بداخله. وبما يتنافى مع أخلاقه وجه غضبه إلى أمه عايدة. شكك في إخلاصها لوالده، ولكنه أبقى على ذلك بداخله. ولما عاد إلى البيت فجر ما كان يكتمه. اتهم أمه بخيانة والده. ظلت صامتة، وفجأة انهارت وهوت على الأرض. خرج يوسف وتركها. قضى الليل بجانب والده في المستشفى. في الصباح أتت عايدة إلى المستشفى لعيادة زوجها، ولما اطمأنت على حالته الصحية التفتت بهدوء إلى يوسف. قالت له بنبرة لم يعترها أي انفعال: بالأمس سمحت لنفسك باتهامي بفعل حقير، لم تكلف نفسك عناء السؤال كما تفعل للدفاع عن زبنائك. أضافت: إذا كنت تريد الحقيقة فما عليك إلا أن تنتظر أن يخرج والدك من دائرة الخطر، أما أنا فلن أكلمك بعد الآن. خرجت عايدة وهي تمسك دموعها. في النهاية هي الآن في مواجهة لا تريد أن تبدو فيها ضعيفة. لم يتأخر يوسف في اللحاق بها. كان يريد أن يعلم. عانقها وهو يقول: أمي، ما أوده أن أثق في إخلاصك، ولكن التحاليل المخبرية التي أجريت على دمي أثبتت أن زوجك سيموسا ليس أبي. كانت الدموع تنهمر غزيرة من عيني عايدة. كانت تبكي في صمت، وفجأة تكلمت. قالت له: وإذا قيل لك أنني لست أمك الحقيقية؟ أخرجه كلام عايدة من شروده، وبمنطق المحامي المتمرس ورجل القانون سأل نفسه: وهل ذلك مستحيل؟ قال لها: أمي، لقد ربيتموني تربية حسنة، وأخشى أن يصدر مني عقوق،
لقد صدمني ما عرفته، وأرجوك أن تقولي لي كل الحقيقة. بعد تفكير لم يطل أجلسته أمامها، أيقنت الآن أنه مهيأ لتلقي الحقيقة، تلك الحقيقة التي ظلت تحجبها عنه. قصت عليه قصة أوريكا حيث عثر عليه الحاج سيموسا بعد الفيضان المدمر. أخبرته كيف أضاع الحاج ابنته التي كانت في مثل عمره. أبلغته بأنه لحظة عثر عليه لم يكن ينطق سوى ما يفيد باسمه يوسف وبلفظة كتو التي لم يهتد أي أحد إلى معرفة كنهها. ارتاح يوسف، لقد أيقن الآن أنه لم يكن ابن زنا. شفي الحاج موسى، ولما اطمأن عليه يوسف انطلق في رحلة للبحث عن كتو، عن أصوله. استعان بمحققين خاصين وفر لهم كل المعلومات التي تخصه لما فقده أهله في أوريكا. تمكن في النهاية من الوصول إلى كتو، كانت أمه وكان اسمها كلتوم. لما التقى بها كانت لا زالت تحتفظ بملابس تعود له. قالت إنها طوال السنين التي مرت كانت موقنة من اللقاء به من جديد. اكتشف المحققون أن المرأة تبنت طفلة في عمر يوسف عثرت عليها في أوريكا بعد الفيضان. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بالجديد، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك.